السلام عليكم، مرحبا بكم. اسمي ياسين، معنا سولومون ريتشارد وكذلك سيم. او ماذا تفعل لي يا سيميان الليله كلها وانت تخطط لقد تعبت؟ حسنا ساترك يا اصبح سيميان لكي ينام فقط. نام وارتاح يا صديقي، لن نقوم بازعاجك. معنا لامار يا اصدقاء، لديه اللائحه الخاصه بالسيارات التي علينا جمعها. بطبيعه الحال دائما عندما سياتي سولومون وسياتي سيميان اعرف بان هناك بعض من الأمور التي لديها علاقة بالأفلام الشهيرة، لكن الآن الأمر مختلف لأننا سنقوم بجمع سيارات البرامج التلفزيونية الشهيرة وليس الأفلام الشهيرة فحسب، بل البرامج كذلك. وصراحة لائحة السيارات فإنها خطيرة جدا ومميزة وستعجبكم، لأن كثير من السيارات الغريبة بالنسبة للبرامج التلفزيونية لدينا برامج عالية ولدينا برامج كرتونية كذلك، يعني لدينا تجميعية أصيغة خطيرة جدا ومميزة، وهذا المقطع أنا متأكد بأنه سيعجبه. لكن قبل هذا يا رفاق، وقبل أن ندخل في مجريات حلقة اليوم، ما علينا فعله هو لاعب عجلة الحظ. 3-2-1، هيا يا عجلة الحظ، على ماذا سنحصل؟ أرجوكم يا أصيغة، هيا. لا الحمد لله توقعت بأنها ستقف في ديسلايك يا رفاق، لكن على الأقل وقفت في لا شيء. الحمد لله لا شيء أفضل من ديسلايك. لكن تخيلوا وقفت في الفوق شيء ميليمترات بسيطة جدا. وستقف يا أصدقاء في اشتراك في القناة. هذه هي المرة الثانية على التوالي التي ستقف عجلة الحظ في لا شيء. سابقا لسمتها كده وقفت، أتوقع وقفت في كم عمرك؟ نعم، المرة السابقة وقفت في كم عمرك، والتي قبلها وقفت في لا شيء، والآن وقفت في لا شيء. خطير. بالنسبة لصديقنا لمار، عندما سأحتاجك بطبيعة الحال فإننا سنذهب معا، لأن هناك بعض من السيارات التي علينا سرقتها معا. لمار سيسرق السيارة ونحن سنسرق السيارات الأخرى. بعد هذا نترك صديقنا سيميان لكي ينام ويرتاح. سولومون فقط انتظرنا لا تقلق. صديقي لمار، هيا لكي نتحرك أنا وأنت. السيارة الأولى أصدقاء عبارة عن وسيلة نقل خطيرة جدا. صديقنا لمار سيمتنع عنها معي ببساطة، لأننا إذا ذهبت أنا وهو أحدنا لن يستطيع العودة. لهذا السبب يا رفاقي سأذهب فقط لوحدي. المكان الذي سنتجه نحوه خطأ، ونحن وصلنا للمنطقة يا أصدقاء. أتوقع بأنهم يقومون بتسجيل الفيلم هنا. لازلنا في لوس سانتوس، لا تخافوا، نحن لازلنا موجودين في لوس سانتوس، لكن الشيء الذي علينا سرقته فإنه موجود هنا يا أصدقاء. من يعرف دكتور هو فإننا سنقوم بسرقة الوسيلة التي يستعملها دكتور هو بطبيعة الحال. هذا هو البرنامج التلفزيوني الأول دكتور هو. شي دمار شامل يا حبيبي، يعني استعملوا الأسلحة النووية هنا في هذه المنطقة، قاموا بقصفها. وأتوقع بأنني رأيتها. نعم هي هناك. هل رأيتموها أم لازلتم لم تروها بعد يا رفاق؟ بالنسبة لي أنا لقد رأيتها يا أصدقاء. أتوقع بأنهم ذهبوا لأنه وقت العشاء الآن. لا بل هناك أشخاص، شيء هناك أصدقاء موفي بروديوسر. ها لأي سمع ذلك الشخص، يعني أنهم ينتظرون يا رفاق لكي يقوم ببدء تسجيل اللقطة، لكن من الضروري الحصول عليها. يا رفاقي بالفعل يا دكتور ديس بيبي، بسرعة يا صديقي سرق. لقصت على المرمومة كيف هذا؟ ركزوا معي، هذه البنية هي ليست حقيقية ولم يقوم باستعمال الجرين سكرين. هي هذه هي، بسرعة يا صديقي. ممتاز، فتحنا البوابة. يا سلام عليك، لن يفهم هؤلاء الأشخاص أي شيء يا رفاق. يعتقدون بأن الدكتور هو الذي ذهب لها، لكن لا. هيا صديقي هيا يا سوا، واو ضربنا في الأشجار، لا يعقل هذا. هيا ممتاز. الآن يجب علينا فعل تيبي يا صديقي إلى منزل صديقنا فرانكلين. هيا يا رفيقي نحو المنزل سنتجه الآن، ونحن وصلنا in no time يا رفاق. The TARDIS آلة السفر عبر الزمن. In no time كنا في المنطقة الخاصة بالأفلام، وأنا جئنا الآن للمنزل فقط بسفرنا عبر الزمن. الشيء الذي سأفعله سأقوم بركنها هنا، أركنها بطريقة المحترفين في هذا المكان. وها هي وسيلة النقل، تم إحضارها باحترافية يا رفاقي الأوفياء. صديقي لمار لازلت هنا، لازلت تخطط. المهم The TARDIS is done، وصلتني المعلومة. السيارة الثانية كذلك نستطيع سرقتها لوحدنا، لا نحتاج بصديقنا لمار أنت أؤمر ونحن سننفذ. وسيلة النقل هاته فإنها نادرة جدا، لهذا السبب يريد سولومون الحصول عليها، لأنه يريد بأصدقاء تسجيل الأفلام والسيطرة تقريبا على جميع السيارات التي مرت في الأفلام. وبالنسبة لسيميون، كلنا يعرف بأن سيميون أكبر سارق سيارات، لهذا السبب فإن سولومون يشتغل الآن مع سيميون كي نستطيع أن نحن سرقة السيارات النادرة الخاصة بالأفلام من أجله. سنذهب يا رفاق لمنطقة خاصة بالأكل، وفي منطقة الأكل سنجد هذه السيارة لأنها مركونة هناك. تعرفنا من الوصول للمنطقة، لكني نسيت صراحة أين هو هذا المحل الذي قالوا لنا. وأم علي الدورة على اليسار، دائما عندما أصل لهذا المكان فإنني أدوخ يا رفاق وأنسى توقع هنا. نعم هنا نتشبع فقط هذه الطريق. ذهبت يا رفاق لمحل تغيير الملابس وغيرت الملابس. ما رأيكم في الملابس الجديدة؟ ممكن أن أقوم بتغيير الملابس في كل مرة أذهب. نعم بالفعل، هاي
لكل مرة أداب لك أقوم بحصول على سيارة أو غيره. على حسب صديقي أنت سيارته برجر شات بيبي وايا سيارة البرجر سيارة نادرة جدا. لن أخبركم بالفيلم أو بالبرنامج التلفزيوني الذي ظهرت هذه السيارة فيه، لكن أنتم أخبروني يا رفاق، سأخبركم باسمها فقط توغو ليس ذلك هو الاسم الخاص بها الحقيقة يا رفاق، لكن أنتم عليكم اكتشافه. أخبروني هذه السيارة الخاصة بالبرجر في أي فيلم ظهرت، وصراحة محركها قوي مشاته سريع يد الفيرست بيرسون. يا سلام شيد لدينا هناك ليس المقلات، تلك الآلة الخاصة بالقلب، نعم يتم استعمالها مع المقلات، تلك الآلة هي رفاق الخاصة بتحويل السرعة في هذه السيارة لا خطيرة هذه السيارة، وطريقة الدوران فيها غريبة، المكابح فيها قوية والضوء الخاص بالمكابح فإنه يشتعل فيها الأضواء كذلك. شاهدوا الليد يا حبيبي أعينها تضيء لا سيارة خطيرة هذه، وهي السيارة الثانية تم إيصالها بنجاح يا صديقي، أحسن العمل، نركن ما هنا ومبروك علينا. لمار ماذا يوجد في جعبتك الآن يا رفيق؟ هذه السيارة موجودة في منزل مايكل. منزل مايكل؟ قام مايكل بشراء سيارة جديدة. لا أصدق هذا صراحة، هذه السيارة يجب علي سرقتها يا أصدقاء من عندي من طبيعة الحال مايكل سيغضب، لكن ليس بيدي حيلة. من قال لي مايكل أن يقوم بشراء هذه السيارة بدون أن يخبرني؟ سنذهب الآن وسنقوم بسرقتها من الجراج الخاص بمايكل. مايكي مايكي باي، أنا هندلق جينا يا صديقي مايكل. ما سأفعله؟ سأقوم بركن سيارتي بعيدا هنا لكي لا تسجلني يعني كاميرات المراقبة، وبعدها سأذهب وسأتصل للجراج. مايكي مايكي باي، أين هي سيارتك يا رفيقي مايكل؟ الجراج يا أصدقاء فإن الباب عندها مفتوح شيد، الباب الأمامي مفتوح، هيا لكي ندخل من الباب الأمامي. مايكل ها رسلني كاميرا المراقبة لقد رأتني، قال لي ازداد شكري فيها. هيا الخادمة، لم تري الخادمة. ليس باليد حيلة يا صديقي مايكل، لكن بالضروري سرقة هذه السيارة. معك وين يا حبيبي؟ لم أفعل أي شيء يا صديقي مايكل، أعدك لقد قمت بسرقة سيارتك، يمكنك سرقتها من عند سيميان. هل سمعتني يا رفيقي؟ سيارة الماك وين هي تم سرقتها، وقام مايكل بشرائها لأسباب أنه يريد المشاركة في أحد السباقات لأنها سريعة جدا وخطيرة. ليس بلدي حيلة، يمكنك سرقتها كما قلت لك من عند سيميان. ومرحبا بنا مرة أخرى، سيارة الماك وين لقد عادت، الماك وين لحد الآن ظهرت في مكانان. هنا هي الطارديس، الطارديس لقد اختفت يا رفاق، وقام سيميان بأخذها لأسباب أنه قام بأخذها يا أصدقائي لكي يقوم بتخبئتها. أن ممكن أن يقوم لمار بالذهاب والضغط على الأزرار، وبطبيعة الحال ممكن أن يسافر عبر الزمن لمكان آخر. هيا لمار السيارة التالية الآن، وصلنا للمنطقة بالفعل، ها هم يقومون بتنظيم المسابقة. شيء هذا رجال الشرطة هاي أتوقع حراسة مشددة بسرعة، أتوقع إذا قمت بسرقتها 100% سنحصل على النجمات لرجال الشرطة. يا صيح أتساءل أصلا كيف، نعم نستطيع الدخول من هنا أمبيلانس كل شيء ببساطة لأنهم يقومون الآن بتنظيم مسابقة، ويجب علي المرور عبر الأمن الآن أصلا. الشيء الذي سأفعله لن أمر يا أصدقاء عبر الأمن، بل سأصعد عبر الحائط. إننا جئنا لكي نقوم بالسرقة، سنحصل على النجمات. يقولوا ماذا يوجد؟ واو شيء سيارة هائل جدا هنا، لكن ليست هذه، ليست هذه السيارة التي قال. نعم أنا متأسف يا صديقي، قالوا لي لا يجب عليك الدخول لهذا المكان. حسنا ها سيكوريتي شيء. تلفاز برنامج تلفزيوني، يعني هناك يقومون أصدقاء بتصوير البرنامج، برنامج توب جيري. هي السيارة التي يريدها، نعم السيارة البرتقالية. شيء الذي سأفعله شيء طنيشة جاءت المكان، أقوم فقط بتجربتها لكي يعتقدوا بأنني سأقوم بتجربة السيارة. شيء محرك قوي، الناس يتفرجون. الآن الهروب يا صديقي، هيا ثلاث نجمات لرجال الشرطة، مشكل الناس بدأوا يهربون. أنا شاهد السكيورتي كذلك لقد هرب، أنا من علي الهروب أيها المغفل، أنا من حصلت على نجاح. شاهد تريسي كذلك لقد جاءت توب جير. ابتعدوا أيها المغفل وعلي الهروب يا رفاق. واو 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 اهرب هيا تحرك واو لا أستطيع تدمير هذا. بسرعة نعود للخلف، هذا الشخص يريد إنزان يا مان. طريق على اليمين غير موجود، على اليسار نعم طريق على اليسار موجود يا رفاق. هيا ابتعدوا أيها الناس، علي فقط اللحاق بالناس، وإذا لحقت بالناس فإنني شيش عدد الناس هائل جميعها. واو 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 رجال الشرطة لقد جاءوا. تحرك يا رفيق، السيارة صراحة هذه خطيرة جدا، النو تايم سنستطيع الهروب من رجال الشرطة، لا يجب علي المرور من هنا، لكن الطريق الوحيدة هي من هنا يا صديقي، لأنني لا أستطيع الخروج من الباب الآخر، والباب الآخر أصلا الحراسة تكون فيه أكثر. شيش السيارة كيف بوم بيبي ركزهم، لكن الشيء الذي علي فعله هو الهروب.
جاو الشرطة سيروني الآن بعد الخروج لأنهم يكونون واو خمجت. أنا متأسف صراحة لكن لدينا صديقنا لوس سانتوس قاسم هنا قريب. هذا الصديق يا أصدقاء سيستطيع تعديل السيارة لنا مجانا وفي نفس الوقت سنستطيع الهروب من رجال الشرطة عند الذهابين. ماي فران أرجوك أنقذني من رجال الشرطة يا رفيقي. نوعيتها الهوندا ان اس اكس ار واو نادرة جدا 1900 أصدقاء 1900 حسن يا صديقي لوكس لايك جود. المهم هو أننا هربنا من رجال الشرطة واختفت النجمات. نوعية الهوندا يا حبيبي الهوندا خطير. أنشاتهم الزجاج كيف هو الأضواء ياس لا خطير خطيرة بمعنى الكلمة. مبروك عليك يا صديقي سيميناتي السيارة صراحة لقد عانينا دخلنا لبرنامج توب جير وقمنا بسرقتها من عينيه كانوا يفعلون لها الريفيو. سنركن هاتيا فقط في هاتيا الضفة شي أصلا نعم نسيت المقود هنا فإنه مختلف تعودنا على القيادة يا رفاقة على اليسار لكن هنا لقد قمنا بالقيادة على اليمين شيلو نقوم بالقيادة على اليسار هنا لكن هنا يسقى قمنا بالقيادة على اليمين سيارة بريطانية 100% طوف جير. لمار الأمر كان خطير جدا يا رفيقي لمار في هذه الأثناء يجب علي الذهاب معك لأننا سنقوم بسرقة سيارتين في نفس الوقت. أخيرا يا صديقي لمار سدو مان هيا لكي نأخذ السيارة. اصعد يا رفيقي اصعد قمت برمي الورقة يريد صعد الآن سواقك يا أيها المغفل اركب بالقرب مني. لمار المغفل يا صديقي في هذه الأثناء المنطقة التي سندبوا لها لديهم سيارتان علينا سرقة السيارتان معني يا رفيق. وصلنا يا أصدقائي للمنطقة أخيرا المهم الشيء الذي سنفعله سنقوم بركن السيارة إن المكان الذي جئنا له هو واسع وشاسع لهذا السبب يجب علينا أن نفترق. المهم يا صديقي لمار أنا سأذهب وسأبحث على اليمين وأنت اذهب وبحث على اليسار وإذا وجدت السيارة أو إذا وجدنا السيارة الأخرى هنا كذلك سنقوم بسرقة سيارتان لكن إذا لم نجد السيارة الأخرى هنا سنقوم بسرقة تلك السيارة فقط التي وجدناها وسنذهب. سمعت يا صديقي لمار بالنسبة لي أنا سأذهب على اليمين وسأبحث على اليمين وأنت اذهب على اليسار وإذا وجدتها اتصل بها سمعت. وبدون أن نضيع الوقت يا رفاقي يجب علينا البحث لأنهم يقومون الآن بتصوير لقطات شهد المخلوقات الفضائية قاموا هنا بركن سيارات ركنوا كذلك الهليكوبتر يس شيء منعونا من المرور رغم كل هذا فإني سأمر حراس الانتهاء تم الآن لأن شيء الفضاء المزعوم الفضاء المكذوب ها يقومون بالتصوير يا أصدقاء الجرين سكرين ويكذبون عليكم ويقول لكم شاهدوا لقد ذهبنا للفضاء هناك مخلوقات فضائية مخلوقات مكذوبية هو لازلو ها وسولومون يرفق لقد جاء إلى هنا يقوم بالتصوير هو فرحان الآن وعرف بأن السيارة التي نبحث عنها فإنها موجودة عنده هنا ويريد منا أن نسرقها يا رفق من منطقة الأفلام الخاصة بها ركزتم بتسجيل الكثير من اللقطات في هذه الأشياء وها لقطات الزومبيز كذلك هم زومبيز نائمون هناك العسكر وذلك الشخص اسمه شكل ماذا يفعل هناك يقوم بتصوير لا هذا شيء خطير وها هو لمار يا أصدقاء هو يتصل بنا 100% لقد وجدها سأذهب عنده بدون أن أجيبه ولا هم يحزنون يقومون بتصوير هناك لقطات خطيرة رغم كل هذا سأذهب لأن لمار لقد جاء لهذه الضفة يا رفاق هذه الضفة أتوقع بأنه وجدها صديقي لمار نعم بالفعل قد رأيت شيء ما ها واو لمار هو واقف هناك ينظر لمار هيا تعال تعال سنركب فيها وسنارو بل سمعت بسرعة توقع بأنهم وضعوها هنا ممكن أنهم يقوموا بتسجيل لقطة ما باتمان سيأتي رجال الشرطة هيا بسرعة سنارو يا أصدقاء لن نهتم لهم الآن let's go مخلوقات الفضائية see you later baby هاي ومعكم يا رفاق سيارات باتمان السيارة القديمة السيارة الأولى الخاصة بباتمان يستطيع شخصا الركوب فيها السيارة الكلاسيكية لمن شاهدها فيلم باتمان الأول من سنة 1966 أو لست متأكد إن هذه السيارة قديمة جدا لأن هذه هي السيارة التي كان يستعملها باتمان يا صاحبي شاهدوا هربنا منهم لم يستطيعوا اللحاق بنا نهائيا لأنها سريعة جدا وفيها النايترو سأقوم بتشغيل النايترو الآن كيت أن أطير ركزتم بدون نايترو وكيت أن أطير أريد تشغيل النايترو لكن أنا الآن أخاف أن أشغل النايترو وأن تقع الكارثة حسن سأشغله لا أتى لا عرفتها هي القدرة الخيالية نايترو مع القدرة الخيالية وشاهدوا بالكاد استطعت التحكم فيها ومرحبا بنا في منزلنا ها هي سيارة باتمان قد وصلت للمنزل لن أدخلها للجراج بل سأركنها فقط بهذه الطريقة لكي تترك لنا الميزة أتوقع لم يسبق الكثير من السيارات أصلا لا أتذكر اللائحة ماذا تقول لكن السيارة القيادة المهم صديقي فرانكلين اذهب راقب اللائحة راقب اللائحة وأخبرني اللوكيشن الخاصة بالسيارة التالية هي موجودة في جراج إصلاح السيارات القريب منا لا تقلق إن نو تايم سأقوم بإحضارها فقط ابقى هنا يا صديقي لمار وانتظرني المنطقة التي سنذهب لها الآن ليست بعيدة مكان إصلاح السيارات
هناك مكان واحد خاص بإصلاح سيارات المشهور هنا والقريب مني، سأخذكم له. مخفر رجال الشرطة على اليمين، اتركوا المخفر على اليمين كي تعرفوا المكان أين هو بالضبط. أتوقع هنا، نعم ننظر على اليمين، إذا لم يكن هنا فإننا سنذهب مباشرة وسننظر على اليمين، لكن أتوقع هنا يا رفاق بعد الوصول لمخفر رجال الشرطة. نعم هو هذا الجراج بالقرب من محل المواد الغذائية 24 سوبر ماركت، رأيتها يا صديقي وعرفت هذا البرنامج التلفزيوني بطبيعة الحال. ركزوا، من لا يعرف يا رفاق ميستري ماشين، هذه المرة سيارة رباعية الدفع، سيارة وحش رباعية الدفع من برنامج ميستري ماشين يا صديقي. وبهذا فإننا سنكون قد حصلنا على جميع السيارات النادرة الخاصة بالبرامج التلفزيونية، ومبروك على سيميان وسالومون الأموال الهائلة التي ستدخل لهم الآن بعدما سرقوا هذه السيارات النادرة جدا. وكانت هذه هي الكولكشن الخاصة بنا لحلقة اليوم، سيارة الهوندا، سيارة مصر ماشين رباعية الدفع. لدينا يا رفاق وسيلة تنقل عبر الزمن الخاصة بدكتور هو، لدينا سيارة البرجر، بالإضافة كذلك للماكوين والسيارة الكلاسيكية الخاصة ببعض مع. وهنا سنكون قد وصلنا لنهاية حلقة اليوم. إذا عجبكم يا رفاقي الله منكم يدعموا الضغط على زر لايك، انشر المقطع كذلك مع أصدقائكم. سندخل هنا لكي نكشف هل الشباب جاءوا اجتمعوا. هل أنتم هنا يا الشباب؟ بطبيعة الحال سيميون جالس يصيح فرحان ويطبل، سولومون يشرب القهوة وهو سعيد لأننا سندر عليه أرباحا خيالية. الآن جميع الممثلين سيضطرون لكي يذهبوا يسجلوا أفلامهم عند في الأستوديو الخاص بسولومون إذا أرادوا الحصول على سياراتهم الخاصة بالبرامج التلفزيونية لكي لا تفشل برامجهم. وهنا سأكون قد وصل في نهاية حلقة اليوم. إذا أعجبتكم لا تنسوا دعموا الضغط على زر لايك، وشاركوا المقطع مع أصدقائكم، واشتركوا كذلك لكي لا تفوتكم مقاطع خرافية فيديوهات. وكذلك الحين أنا معكم ياسين، تبعكم الله ولا تنسوا بأن السلام هو خير ختام.